النهارده اللي طرحناها على السوشيال ميديا من وجهة نظرك مين افضل لاعب او لاعبة في تاريخ الرماية المصرية. خليني اخد اراء متابعينا النهارده. وبودي قال مساء الخير أميرة، من وجهة نظري هدير مخيمر، ومن نجاح لنجاح بالتوفيق في اللي جاي. زينة عدلي أيقونة الرماية المصرية عفاف الهدهد. وعاطف عزيز مساء الخير عليك يا أميرة، أفضل لاعب هو أحمد قمر. محمد حمادة من وجهة نظري اللاعب حمادة طلعت، وطبعا بطلة الرماية عفاف الهدهد. ومصطفى قرشي مساء الخير، هل لكل مشاهدي قناة اون سبورت، من وجهة نظري عفاف الهدهد.